فانا من بعيد يا محمد عشان انا باين كله. تاني حاجه احنا دايما ندخل نقعد الاسد ما بنصورش اي حاجه، نصور الحاجات الغريبه المختلفه جدا. وندخل على السلحفه، السلحفه المائيه دي ميته تقريبا ملناش دعوه بيها. التانية دي عمال تخبط في حته تقريبا عايز تهرب من الميه. لو الناس سلحفه مائيه لكن عايز تهرب من الميه تقريبا بتغرق. دي ماتت حاليا، هي بتحاول ايه اخر ارواحها ايه يعني. هو المفروض ان دي سلحفه، المفروض يعني كانت عماله تخبط دلوقتي، كانت وصلت اللي هي لغايه بص شايف وصلت بص كده سامعها، كانت وصلت طلعت لاعلى جزء الحته دي، الحته اللي هي ما فيهاش ميه. ان هي فجأة كداب بتطير. لا مش كداب يا عم، انت تقول ايه ده كله انا عارفه، الناس هتصدقني انا طلعت قبل كده وهم عارفيني واثقين فيا. حلو، على فكره انا المخرج ممكن ما طلعكش اصلا. السلحفه ماتت، يلا بينا. يا عم اتفضل على كده. الكلب دايميشن مرقش يعني بتاع 101 كلب، 102 103 انتوا عارفين بقى الباقي مش هقول لكم انا. تعال مش عايز يجي يسلم عليا يا عم، هو غبي وانت اغبى منه، اوعى دماغك دي. بتساوب وانا جاي له، جاي له على نوم. تعال سلم. بصوا ده الكلب ده اللي هو طلع في 101 102 كلب، هو كده كلب خلاص اتخنق مني تقريبا. الكلاب دي ميته اساسا ما عندهاش احساس. خد يا بوبي تعال يلا بينا نروح حاجه ثانيه. عشان الولف الابيض ده كلب جديد ما كانتش موجوده قبل كده، الولف الابيض ده كلب جديد ما كانتش موجوده قبل كده، فحبينا برده نوري للناس ان هو مختلف. وبص هو جاي لي اهو الولف الابيض، تعالى اطلع طلع كربون مع اول حاجه سباحيه كده. بس مومن ايه عشان كربون يعني عادي يعني زمايل يعني مش مشكله. من كلب وكلب كلب وواحد يعني عادي من صوابع يعني. بتعمل ايه بس؟ بص هو الكلب ده برضو، هو ده برضو مجنون. اتصور مع الكلاب كلها. والكلب ده اللي هو نيو فاوند لاند، اهي الكلاب بتحب تلعب مع الاطفال يعني. تقريبا كل ما اجي يقول لك بتحب تلعب مع الاطفال، وكل مره اللي هي نايمه حاسه ان الكلب ده حاطينه جرافيك اساسا. هنوريكم نوع جديد من الكلاب تقريبا يعني ما شفتوش قبل كده. بص على الصوره، قرب هنا بعد اذنك الكاميرا، قرب. اسمها ايه؟ كلاب الشربيه ذو اللسان الازرق. احنا لو نراجع ايه ده؟ هو راح فين؟ ايه ده؟ صح انا عارف الميزه. انا اقول لكم في ايه بقى؟ ان الكلب ده اساسا انفيزبل خفي يعني. بص انت ممكن تلاقيه فوق الشجره تحت، بص هو هتلاقيه قاعد فوق هنا تحت او الشمين ده، بس هو مختفي. ايه ده بيضحكوا علينا ولا ايه؟ يلا بينا يا ابني حصان. اصبر بص ده اسمه ايه؟ الحصان اديك. حلو؟ اسمه ايه؟ الحصان اديك. فاهم انت يعني؟ ما مش قصدي وحش، اديك اللي هو اديك يعني، مش اديك يعني عشان الناس ما تفهمنيش غلط. بص يعني شكله ايه؟ بص برضه كان معتزل الحصان التاني برضه منزل قص على عينه. بص هو ايه متفوش تقريبا. في واحد مثلا اقول لكم ايه بقى عشان دي برضه ايه الناس ممكن تفهم. في دوبي والذبذوب، دوبي والذبذوب دول اتنين كائن واحد، هو قاعد في النص فالحصان ايه نزله كده فاهم يعني، كان بسم الله ما شاء الله فقلب على جمل شويه نزل لتحت. ده كان تقيل حبتين يعني. ف نور عمل ايه يا عم تحبوسني ولا ايه؟ يلا بينا. لكن جاي غباوه. ده كان داخل يخترق وشي يا عم. بتتفرج معايا ولا ايه؟ بس يا موبي زل ديلك؟ ها؟ زل ديلك؟ لا لا على فكرة مش نفسك. ايه؟ بس هيعمل ورا بعض مش شويه نظبط ده خلينا نتصور. شكله متهور الحصان ده. هل ننطلق لمكان اخر؟ يلا بينا. هيا بينا.
اي مازنجر. ده ايه ده؟ اصبر. ده اصبر. ده ايه ده؟ اوه عني ولا ايه ده؟ قشطة. ما اشتغلش. ما اشتغلش؟ Are you sure؟ طب شغل الاضاءة بس عشان احنا بالليل وكده. ما اشتغلش. طب